إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، واحد بلا عدد، دائم بلا أمد، قائم بلا عمد، لم يتخذ له صاحبة ولم يكن لا والدا ولا ولد، على فقهر وبطن فخبر، فالسر عنده علانية لا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمد عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم فصل وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه الطهر الملامين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصيام فكرة أساسها عقيدة، عقيدة في الله حسنة، فلا يظن بالله إلا الظن الحسن، له صفات الجمال والكمال والجلال. وهذه العقيدة تقتضي أيضا أن نعتقد أن أمره وشرعه كامل جليل جميل أيضا، فالاعتقاد في الله هو نفس الاعتقاد في شريعة الله. إنما شريعة الله تجلي من تجليات صفاته، فالشريعة مصلحة كلها، عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، لأن في شريعتنا تتجلى صفات الله الكاملة. فمن اعتقد الكمال في الله اعتقد الجمال والكمال والجلال في شرع الله. والشريعة جعلت للإنسان أصلا، فهي من كرم الله، هو عطاء وجود، هو هدية منه سبحانه وتعالى. لم يخلق الإنسان للصيام، إنما جعل الصيام للإنسان، فعلى الإنسان أن يستفيد منه كل استفادة. الأمر موكول للإنسان، كيف يفهم الشريعة، كيف يلتزم بها، كيف يأخذ بها. فإذا خرج عن المصلحة وخرج عن العدل وخرج عن الحكمة فهذا ليس من شريعة الله ولو أضيف للشريعة. الصيام فكرة، عقيدة، والله يتكلم مع الذين يتفكرون. وهذه الشريعة جاءت لي من له فكر، والفكر من خصائص الإنسان لا من خصائص الحيوان. الفكر بعد من أبعاد الحرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. ولذلك الصيام المكره غير جائز، صلاة المكره، يعني واحد كيصلي بالسيف أو يصوم بالسيف صيامه باطل. يعني لا بد من اعتقاد، لا بد من اختيار، لا بد من نية، والنية قوامها الحرية، تختار أن تصوم.
تختار أن تمسك. والصيام فكرة بحيث لا يفكر إلا من كان قادرا على الامتناع والمقاومة. قال أحدهم: أقول لا إذن أنا أفكر. الحيوان لا يقول لا، إذا دعته غريزته لشيء استسلم لها. المسلم لا يستسلم لغريزته، يمانعها، هذا معنى الإمساك. قادر على أن تفعل لكن لا تفعل. أما الحيوان لا يفعل لأنه عاجز على الفعل أو ممنوع عن الفعل، وأنت لا أحد يمنعك من الأكل، ضميرك فقط وعقيدتك فقط. فالصيام نوع من تحرير الفكر وتحرير الإنسان، لأن الحرية ليس فقط أنا حر لأفعل، هذا كل يفعله. أما الحرية الصحيحة هو أن تتحرر من نفسك. أول الحرية أن تخرج عن نفسك، أن يكون عقلك أكبر من شهواتك وغرائزك، هذا هو الذي يميز الإنسان. فجاء رمضان ليردنا إلى أصل إنسانيتنا، أنت حر أن تفعل وأن لا تفعل، وفي رمضان أنت حر أن لا تفعل، هي حرية. أنا في الغرب وفي العالم الحرية أن أفعل ما أريد، لكن الحرية أيضا أن لا أفعل إذا أردت أن لا أفعل. إذن رمضان فكرة، مقاومة، الذي لا يقاوم لا يفكر، ريزيستانس. الإمساك مقاومة، خاصة في مجتمع كل شيء يدعونا إلى الاستهلاك، كأننا صرنا محكومين فقط بالغرائز، البطن والفرج. رمضان يحررنا من ربقة الغرائز. إذن رمضان فكرة، عقيدة، نظرة، معنى. ورمضان أيضا له صورة تحكمه الشريعة، ككثير من الأعمال رمضان له ظاهر وباطن. ظاهره من اختصاص الفقه والشريعة، يعني الصورة، رمضان الذي يظهر للناس، الذي يحكم عليه الفقيه بالصحة أو البطلان. أما القبول وعدم القبول هذا بيد الله، لا يدخل فيه عالم ولا إنسان، لأنه علاقة بين العبد وربه، كالصلاة والحج والصيام، هذه أمور بينك وبين ربك، هذا حق لله لا يدخل فيه أحد. أقل صورة الصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع عمدا من الفجر إلى غروب الشمس، هذا أقل حد للصيام، واختلف الفقهاء فيما وراء ذلك، اختلفوا في الأمور التي تبطل الصيام، لكن أقل الصيام هذا وتعريفه. وللصيام أيضا بعد متمم، ليس من شروط صحة الصيام ولكن من متممات الصيام، وهو متعلق بعمل الجوارح، وهو ترك قول الزور والعمل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لا يعني أن الذي شهد الزور وجهل ودخل في العنف والشتم والسب مع الناس، لا يفيد ذلك أن صيامه باطل،
وإنما صيامه ناقص. رب صائم كما جاء في الحديث ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وليس له من قيامه إلا التعب والسهر. يعني صائم ولكن ليس بذلك الصيام المطلوب، لأن الصيام ينبغي أن يكون له أثر في السلوك والأخلاق كالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصيام يعين على ترك العنف، إن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم مرتين. إذن للصيام صورة ظاهرة. موضوعنا اليوم هو برهان الصيام للصيام أو صدق الصيام علامة، وعلامة الصيام والإمساك تمسك لتعطي، البعد الاجتماعي للصيام. إذا كان الصيام هو علاقة بينك وبين الله، وهو علاقة بينك وبين نفسك، لكن له آثار على المجتمع، لأننا قلنا أن الشريعة هو عطاء من الله للإنسان، فإذا التزم الإنسان بهذا العطاء أصبح نفسه كالله سبحانه وتعالى معطي، فالله يقبض ويبسط. أنت ممسك من الأكل والشرب لا لتدخر المال، يعني الأكل الطعام الذي لم تصرفه يعني تخزنه، لا، تقتصد لتعطي. والصدقة برهان كما جاء في مسلم، علامة على صدق الإيمان وعلى صدق العبادة كالصلاة. كلما ذكرت الصلاة تقريبا في القرآن إلا وذكر معها الزكاة، لا يعقل الإنسان أن يكون متصلا بالله مقطوعا عن الناس، لا يهمه إلا نفسي. الإسلام كله جاء ليخرجنا عن إسر النفس، ليحررك من نفسك. تعس عبد الدرهم، يعبد المال، جمع مالا وعدده، ماشي عده، عدده، يعني كل صباح كيشوف الكونت ويعاود كذا ويعاود ويعود، يعني كأنه عبادة، يعني يستلذ بالعد، يحسب أن ماله أخلده. تحرر من مالك، فمالك ما تملك أنت لا ما يملكك. رمضان يخرجنا عن حظ النفس والتبسم في وجه أخيك صدقة، يعني أن تعطي للناس كلمة طيبة، حركة طيبة، نصيحة طيبة، مال. وإلا عملية التدين ناقصة، لأن الإسلام يعطي كالله سبحانه وتعالى، الوجود وجود، الوجود كله وجود من الله، أنت من جود الله، خلقك كرم من الله، ولو شاء لم تكن شيئا مذكورا. وجودك عطاء، والشريعة لك عطاء، والصيام لك عطاء، فأعط مما أعطاك الله. ولا يعقل المسلم لا يعيش إلا لنفسه، يعني يستهلك لنفسه، كونسوماتور إيغويست، يعني الاستهلاك الأناني، كالحمار يدور حول الرحى، الإنسان يدور حول نفسه. الإسلام جاء ليصلنا بالله بالمطلق حتى نعيش كرماء مع الآخرين. انفق بما عندك، علم، كلمة طيبة، مال، لا بد وأن الله أعطاك شيئا ينبغي أن تزكي منه.
ورمزية هذا المعنى في زكاة الفطر، يعني تختم صيامك بزكاة الفطر، يعني هذه أقل ما تعطي. والدليل على ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، هذا دليل على أنه أن صومه كان ممتازا متميزا، هذه علامة، يعني لك تنفق في سبيل الله في الأشهر العادية 100 يورو، ورمضان خاصك تطلع، لأن نسبة الأجر قوية جدا في رمضان، تضاعف الحسنات في رمضان، يعني سي ان انفستيسمون، بحال تحط الفلوس ديالك في واحد البنكة فيها لانتيري، وكان لانتيري حلال، يضاعف الأجر كثيرا في رمضان، يعني وخاصة إذا كانت الصدقة لبيوت الله، يعني انفق على نفسك انت. احنا الآن في مسجد سونو، يعني شحال من خطره انك تجي تخطب هنا الجمعه والعيد وكذا، مازال لي طرفو هما كيفاش، يعني ما كاينش مسلمين يعتير من عمل صالحا فلنفسه، هذا الجامع لكم ولولادكم والاجيال القادمه كذا، واش تعطي الامام، الامام غيموت، انك ميت وانهم ميتون، يقول لا ما نعطيش للجامع، لا كما عرفتي يمشيو الفلوس، يعني ملي كتحط الفلوس في البار ولا في القهوه ولا كذا، ما عرفتي فين كيمشيو الفلوس، الفلوس اللي كتشري بهم اللحم الحلال، عرفتي فين مشاو الفلوس اللحم الحلال فين مشاو. يعني الانسان اذا اراد ان يتصدق فلا يشترط، بالطبع اللي ابدا الانسان يميز هذا بشكل طبيعي، الانسان يعرف اين يضع ماله، وافعلوا الخير، نعم افعل الخير، لكن تفعل الخير في مكان أنت متأكد أن هذا الخير فعلا هو خير. شهر العطاء مع الأهل، مع الأولاد، مع بيت الله، مع الأمة الإسلامية، مع المجتمع الذي نعيش فيه، ينبغي أن ينعم الناس بالإسلام، كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لا يليق أن يتحول رمضان إلى ضوضاء. قال أنت تقول له غمدان سيلو غمدام سيلو بغويس الضوضاء والصداع وكذا، لا، رمضان شهر السكينة والرحمة والسلام والوئام والمصالحة، يتصالح الناس فيما بينهم، خاصة البيوت، بيوتنا يعني كسائر البيوت في فرنسا، التشاكس بين الرجل وزوجه وبين الآباء والأبناء، يعني هذا رمضان ينبغي أن يؤثر في البيت أصلا، يعني تهادوا تحابوا، يعني لكادوا الأولاد الزوجة، الزوجة تعطي، هذا شهر العطاء، وبالطبع للنفس وللأهل وللأمة الإسلامية وللمجتمع الذي نعيش فيه وللإنسانية جمعاء، خاصة وأن رمضان له بعد بيئي، يعني quand tu diminues la consommation tu diminues la pollution، يعني هذا لا اريد ان اتكلم على هذا البعد البيئي لرمضان، لانه يعني يستجيب لتحديات العصر الذي غلب عليه الاستهلاك المدمر للاقتصاد وللانسان وللبيئه وللطبيعه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.